مهمه اللي هي تبني الشخصيه. انا ماشي بقى التدرج الطبيعي يعني، مهم ان انا اعرف صح نفسي الاول عشان اعرف منطلقاتها وابدا اعيش. برضه فكره الشخصيه فكره مهمه قوي، والتعرف على الشخصيه ده مهم. انا لما اجي اتعامل مع انسان انتوا عارفين ان شخصيات البشر مختلفه، فمش طريقه العلاج اللي هستخدمها مع فلان هي نفسها اللي هستخدمها مع فلان هي نفسها اللي هستخدمها مع فلان. لا، احنا ما بنتعاملش مع دلالات، بنتعامل مع انسان. في انسان عاطفي قوي فمحتاج طريقه معينه عشان ما نجرحش احساسه. في انسان عنيد جدا فمحتاج قوه في المعامله عشان ما يفرضش هو عدوانه عليك. في انسان عقلاني جدا يعني عقله بيتصرف بالعقل، فانا محتاج ان اتكلم معاه بادله وبراهين عقليه على ان الفكر اللي هو بيستخدمه غلط. في انسان وجداني العاطفه عنده غالبه، لابد اتعامل معاه بطريقه وجدانيه عاطفيه. المهم الفكره اللي انا عايز اوصل لها ان فكره الشخصيه تضارب او كسره انواع الشخصيات الانسانيه. انا بتعرف عليها عشان اقدر اتعامل معاها ازاي، احدد اسلوب اللي اتعامل معاها ازاي.